دي رقم واحد. رقم اتنين وهو علاج الزوجة في نفس الوقت اللي بيتم فيه علاج الزوج، لأن دي في الغالب بتكون حاجة مشتركة ما بين الزوجين بترجع معاهم مع تكرار العلاقة الزوجية. يعني لو الزوج تم علاجه لوحده هيرجع له تاني الأمر من زوجته، لو الزوجة نفس الحكاية تم علاجها لوحدها هيرجع من الزوج. فلازم النقطتين دول هما اللي مهمين، رقم واحد علاج زوجين، رقم اتنين ان الزوج ياخد فترة العلاج الكافية. ده بالنسبة لموضوع سرعة القذف. طيب الأنواع التانية بقى، وهي دي الأنواع اللي الناس فعلا ما تعرفهاش. رقم واحد حاجة زي عدم القذف، أو في بعض الأحيان بنسميه القذف الجاف، وده مشهور جدا 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 في مرضى السكر. للأسف يعني ناس كتيرة من مرضى السكر نتيجة إهمال في ضبط مستوى السكر وإهمال في العلاجات بيوصل لأن يجي يقول والله يا دكتور أنا بقيت بحس أن أنا مفيش سائل المنوي بينزل. بتبتدي معاه بالتدريج. إزاي؟ رقم واحد يجي يقول والله يا دكتور أنا ابتديت سائل المنوي بتاعي ألاحظ أنه كمية قليلة جدا. شوية شوية يبتدي يقول والله أنا ابتديت أحس أن أحيانا ما بيبقاش فيه سائل منوي، بعد كده يقول أنا ما بقتش أحس بسائل منوي نهائي. طيب هل في علاج الموضوع ده؟ آه علاجه، بس لازم الانتباه ليه من البداية. بمعنى أنه مجرد لما مريض سكر ابتدى يحس أن عنده مشكلة في القذف أو أن السائل المنوي ابتدى يقل لازم يتوجه لطبيب الذكورة، لأن رقم واحد لازم أن احنا نفكر في ضبط مستوى السكر، رقم اتنين ان احنا لازم نشوف الهرمونات بتاعته. لان الحاجتين دول هما اللي بيأثروا على موضوع القذف. لو تم ضبط السكر كويس وعملنا له كنترول وتم ضبط الهرمونات يرجع لطبيعته بالنسبه للقذف. ولكن في بعض الناس للاسف بيكونوا متاخرين وجايين متاخر جدا جدا جدا، وبالتالي بيكون الامر انتهى. ليه؟ لان تاثير السكر الامر انتهى ملوش علاج لو جه في وقت متاخر. صحيح فعلا؟ صحيح دي حقيقه. ليه بقى؟ لأن مرض السكر بيؤثر على الأعصاب اللي بتغذي العضلات بتاعة القذف، وبالتالي يحصل إن العصب ده ينتهي الإحساس فيه وينتهي مقدرته على العمل، وبالتالي يحصل ارتخاء في العضلة دي وما بتشتغلش نهائي. يبقى إيه اللي حصل؟ إن خلاص الأمر انتهى. ولكن في نسبة لما بيجي بدري بنقدر نوصل إن هو القذف بتاعه يبقى موجود ويستمر عن طريق إن إحنا نبتدي إن إحنا نعالج بشكل صحيح. في مريض السكر بس يا دكتور البوينت دي، ولا ممكن تبقى في مرضى تانية؟ علشان الرجال اللي عندنا الشرقيين صعب شوية إن هم يعترفوا إن عندهم مشكلة. صحيح. أحيانا ممكن كمان يتهموا الزوجة في بعض الأحيان. صحيح. فطب نوعي بقى الناس، يعني نقول لهم لما إيه يحصل لكم أو الأعراض اللي تجيلكوا، فهنا تعرفوا إن في مشكلة. تمام. تعرف إن في مشكلة من إيه؟ رقم واحد لو انت مريض سكر وابتديت تلاقي اثناء العلاقه الزوجيه ان في مشكله في القذف، عباره عن ان القذف ابتدى يقل. تمام؟ تمام. طيب قذف بيقل مع ان في مشكله في الانتصاب. دي برضو حاجة مهمة، لأن مرض السكر بيأثر على الاثنين وهو أشهر سبب في مشاكل ضعف الانتصاب. ابتديت تلاحظ أن مرة يبقى في قذف ومرة تانية مفيش، ابتديت تلاحظ أن القذف ابتدى يبقى مش موجود، تحس ان في وصل، يعني هو الاحساس اللي الناس بتوصفه بالظبط هو ان الزوج بيحس انه وصل للنشوه لكن ما يقيش حاجه جت، مفيش حاجه بتنزل. فهي دي الفكره. الحاجه الثانيه دي برضو بعض الناس بيبتدي احساسهم بضعف في الرغبه. ضعف الرغبه من اهم علامات الخلل الهرموني، والخلل الهرموني من اهم المشاكل اللي بتؤدي لان القذف يكون قليل او ان يبقى مفيش قذف. وناس كتير الحمد لله بترجع لها مقدرتها على القذف بضبط الهرمونات. يعني انا تكسر الماده الوراثيه زي ما قلنا الفقره اللي فاتت. بالظبط كده. يعني انا اذكر حاله، ده راجل طيب، كان انا فاكر بالظبط، يعني كان عنده مشكلة سكر وعنده مشكلة خلل هرموني. ومن حوالي 4-5 سنين كان اتعالج عندنا في المركز بنفس المشكلة دي، ان مفيش قذف وتم علاج المشكلة وراح وخلاص انا اتعالجت واهمل فترة، وبعدين قعد فترة سنتين مفيش قذف. تمام. وبعد كده لقيته جاي قال لي انا زعلان منكم. فبقول له طب زعلان من ايه؟ قال انا زعلان منكم لان سبتوني وما عالجتونيش. طب يعني ما انت لما جيتش. هي الفكره كده. ليه؟ أوكي. لان هو الراجل لما جه تاني في الاول خلاص هو ارتاح وبقى مبسوط فنسي العلاج. ابتدى لما جه تاني وابتدى خد علاج تاني لقى نفسه رجع له حياته، اكتشف ان هو ضيع سنتين من عمره. ضيع سنتين من عمره كان ممكن يكون فيها بشكل احسن كتير.
فهو الفكرة كده، انت لازم تقول لي ان انت لازم تكمل علاج ولازم تخليك معانا ولازم، وانا هاجي لك وباجي لك من الاقصر واجي. بس هي الفكرة، فكرة كده ان فعلا العلاج محتاج متابعة. وانسى ان انا حصيت بمشكلة في او اعراض ارجع تاني للدكتور عشان احل المشكلة، عشان المشكلة ما تتفاقمش. طيب العلاج محتاج متابعة، صحيح. لكن هل الناس اللي عندهم مشاكل في سرعة القصف أو اضطرابات القصف بشكل عام دول هيفضلوا طول عمرهم عايشين على علاجات؟ لا مش شرط، في ناس كبيرة جدا جدا من الناس ما بتحتاجش. احنا بنعرفه يعني مريض زي مريض السكر مثلا، احنا بنعرفه بس ان انت ازاي تظبط سكرك، ازاي انك تحافظ على سكرك، نظبط الهرمونات وخلاص، تعملوا لايف ستايل يعني ونسيبه. بالظبط كده، بالظبط كده. دي حاجه مفيده جدا. بعض الناس مرضى سرعه القذف اللي احنا بنقول بنعلمهم بس الطريقه المناسبه بالنسبه لهم بس، ويعيش حياته بعد كده بشكل طبيعي، مش محتاج انه يشوف دكتور ولا حاجه. حاجات المهمه جدا، في نوع مهم جدا اللي هو القذف المرتجع، وده ناس كتير بتشتكي منه نتيجه مناظير المسالك البوليه اللي احنا بنقول عليه. في بعض الناس بتقوم باجراء جراحات في عنق المثانه، عنق المثانه زي المشهور فيها مشاكل بروستاتا والمشاكل الثانيه، ضيق عنق المثانه اللي بيتم فيها حاجه اسمها قطع عنق المثانه عشان تبقى اوسع شويه. دي من الحاجات اللي بتؤدي بعد العمليه دي لنوع من انواع القذف المرتجع، بحيث ان القذف بدل ما يطلع لبره بيرجع للمثانة. وللاسف برضو ده حاجه من الحاجات اللي بنسبه كبيره في ناس ما بتقدرش تتجنبها الا عن طريق ان العمليه تتعمل بطريقه معينه. يعني في طرق معينه من الجراحات بتساعد في الموضوع ده، وان كان نسبه برضو مش قليله من الناس بنتغلب على الامر ده بنوع من انواع العلاجات، وفي ناس فعلا بتستجيب. يبقى المجمل اللي احنا عاوزين نقوله ايه؟ ان يا جماعه كل مشاكل اضطرابات القذف في ليها حلول، ولكن لازم نيجي بدري. دي حقيقه، لان اللي ما بيجيش بدري رقم واحد بيضيع وقت طويل من عمره، رقم اتنين بيكون نسبه التحسن بالنسبه له اقل كتير من اللي جاي من بدايه المشكله. المشاكل كمان اللي بتنتج عن المشاكل دي بينتج عنها مشاكل اسريه بتكون مش قليله، وهي دي الفكرة اللي احنا بنحاول نوجه ليها الناس. لان فعلا يا جماعة عدم الاهتمام بالموضوع ده بيخلق نوع من انواع التباعد ما بين الزوجين. ليه؟ لان بيكون التعبير كده بتاع الزوج والزوجة، والله دكتور انا بحس ان زوجي بيبعد عن العلاقة الزوجية لفترة طويلة لانه خايف، لانه عارف اللي هيحصل. طيب ده موضوع زي سرعة القذف. الزوجه مثلا بتهرب جدا من العلاقه الزوجيه في حالات مثلا زي حالات تاخر القذف، لان هي عارفه ان العلاقه الزوجيه بالنسبه لهم هتبقى شيء مؤلم جدا وشيء ما فيهوش اي نوع من انواع الاستمتاع، فبتهرب فعلا من العلاقه الزوجيه. لان هو طيب لو حلينا المشكلة دي ايه اللي هيحصل؟ ان هتبقى العلاقة الزوجية ماشية بشكل طبيعي وبشكل مريح، وبالتالي الرابطة الأسرية تكتمل. لأن الرابطة الأسرية معتمدة اعتماد كبير جدا على العلاقة الزوجية. يمكن في ناس كتير ما بتعترفش بده، ولكن دي نوع من أساسيات الحياة، نوع من أساسيات الحياة. يبقى هي فكرة علاج المشاكل دي هي حفاظ على ترابط الأسري وترابط العلاقة الزوجية ما بين الزوجين. بشكرك جدا يا دكتور ياسين، يعني الحقيقه فعلا احنا بنستفيد جدا جدا من وجودك معانا في عيش صح. شكراً. بنتكلم على كل المشاكل وحلها كمان بطريقه بسيطه جدا. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. كان معانا الاستاذ الدكتور ياسين الفقي، استشاري جراحه الذكوره وعقم الرجال بمركز مصر للذكوره، استشاري ورئيس وحده جراحه الذكوره وعقم الرجال بهيئه المستشفيات والمعاهد التعليميه. للتواصل مع الفريق الطبي بمركز مصر للذكوره خارج مصر عن طريق الواتساب والفايبر. كده مشاهدينا تكون خلصت فقرتنا.